فما الحكم في أن بعض العاملين يصلون في مكان العمل مع قرب المسجد إليهم؟ هناك حديث يقول: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان المراد به لا صلاة كاملة، وذلك عند عدم الخوف، فإن وجد خوف أو مصلحة أخرى فالصلاة في البيت أو في أي مكان آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا. وفي بعض الروايات: فأينما أدركتك الصلاة فصلي، والدين يسر والله أعلم.